الخطاب العام والتاريخي لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش الوطني الشعبي ووزير الدفاع. من خلال هذا الخطاب موجه إلى الشعب من خلال البرلمان في غرفته، حاولنا في المجلس الأمة أن نعبر على رأينا، وفي نفس الوقت نحضر أنفسنا لهذه التوجيهات السامية العامة من خلال المراحل القادمة، ونأخذ بعين الاعتبار الماضي تاعنا، ونحدد الخطوط كما حددها رئيس الجمهورية للمستقبل. وفي الخلاصة، نوفمبر يعود والجزائر الجديدة تشهد يوم الوغى. لارجيري نوفيل تيمواني دي غرون جور.